بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ الآية التالية، انظر شوف كده التربية الربانية لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قلنا بداهشية المولى ما شيء من بداهشية المخلوقين يقرب منها ولو قليلا ولو باحتشام. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، قلنا التفضيل ده باش ما يكون كل فرد مستواه، وقت ما عاد فما ربما سهولة الاختبار، وما عاد فما بالنسبة للمؤمنين الاستقرار على ما يريد الرحمن ويفضله رسول الإسلام عليه السلام. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الدنيا، ولكن رب يقول فيما يخص الآخرة بعد حين إن شاء الله رب العالمين.